طيب نشوف الصوت، نكمل الصوت. هذا الداعية الشيخ غرم البيشي. طبعا الصورة أنت قاعد تعطيه العضوية الشرفية، بس في له صورة بعد مباراة الهلال، يعني مو ثاني يوم، يعني بعد النهاية راح مع الـ مع الـ مع الجمهور. شوف الشيخ غرم، يعني أنت تعرفه شخصية؟ لا والله ما تعرفت عليه، ما تشرفته الحين. شخصية محببة للقلب، خفيف الظل، يعطيك المعلومة بشكل جميل جدا. ودك تقعد معاه 10 ساعات، تقعد تسولف معاه، كلامه جميل جدا ومرح، وتعرف اللي يأتيك من ناحية دينية بطريقة جميلة جدا ما تلقاها في ناس كثير. والمشكلة أنه نتوعد للمسج، أنا في النادي وأنا في النادي، المشكلة ما شفنا بعض في النادي في الأخير من الزحمة اللي صارت في الأخير. طيب.